أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صوت المواطن. حلقتنا اليوم راح تكون في منطقة العلاوي من العاصمة العراقية بغداد. هذه المنطقة التي تعتبر منطقة مهمة حيث يتوافد إليها المواطنين من جميع المحافظات العراقية، ولقراج العلاوي القراج المهم، وأيضا قطار السكك الحديدية هنا في منطقة العلاوي، حيث يركن المواطنين هنا من ثم بعدها يذهب المواطنين إلى المناطق المتفرقة من العاصمة. اليوم راح نكون جولة مع المواطنين وأيضا عن أسعار السوق وأيضا أجواء السوق وأيضا هذه المنطقة المهمة، وناخذ آراء المواطنين ونشوف أيضا حركة المواطنين في هذه المنطقة. خليكم ويانا. وعليكم السلام. حياك الله. شلون الحرويات؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله وشكرا. على كل حال. متعلمين مو؟ الحمد لله على الحال احنا. متعودين عليه. ايه الحمد لله. على الحار وعلى البرد. كل شيء متعلمين احنا. الحمد لله وشكرا. العراق الشعب العراقي قوي. العراق صامد ان شاء الله. هو شعب. الحمد لله وشكرا. دائما المبتلى. الحمد لله هذا مو بلاء، هاي رحمة من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله وشكرا. بنفس الوقت هاي الحر انه يقتل بعض الجراثيم وايضا طبعا كل شيء بيصالح. حضرتك منها من بغداد؟ لا من محافظات. من اي محافظه؟ من النجف. حياك الله. حياك الله. اكثر يعني المغرب اللي التقيت بيهم من المحافظات الجنوبيه من كربلاء من النجف نقدر نقول الفرات الاوسط يعني هي بغداد بعد تكلمنا عن وضعيه النجف الاشراط. والله الخدمة هو حال حال باقي المحافظات. اي تعبان يعني ما عندنا كل الخدمات. تظاهرات؟ تظاهرات الحمد لله وشكر زينه مسيطر عليها هسه وسلمين والحمد لله وشكرا. مطالب يعني هم رفعوا مطالب اهل النجف. شو يريد خدمات؟ شو يريد؟ اهم شيء خدمات. اهم شيء خدمات. مدينه النجف مدينه يعني مقدسه. مقدسه وايضا بها المراقد الدينيه ما لحد الان نفس وضعيتها. نفس وضعيتها. العتبات وين؟ اذا مو للاسوء يعني نفس وضعيتها. زين العتبات ما تديم المناطق؟ شو تديم العتبات؟ بس الدائره يمها يم العتبات، بس باقي المحافظه تعبانه يعني. خدمات بلدية كل مفاصل الحياة بها شلل يعني. يعني هاي مدينة دينية مقدسة. صح صحة تربية كلها بها شلل تام يعني تقريبا. دعوتك بتوجهها؟ والله دعوتها للحكومة السياسية هاي الجديدة بكت الله التغيير. يعني تمني تشكل حكومة؟ إن شاء الله تشكل حكومة. لأن بدون حكومة احنا حشاك انتي. الله يعين. والله العظيم. يلا ساعد الحكومة تبديكم. إن شاء الله بحيل الله إن شاء الله. الحكومة العراقية تلبي مطالب المتظاهرين. إن شاء الله نتأمل بالحكومة الجديدة هاي. وهاي المظاهرات بك يصير درس لهم لها جديده زين هسه احنا ما نريد مطالبنا كلها اريد بس اريد اريد كرامه كش ما اريد احنا اريد كرامه الانسان تنحفظ زين كرامتكم محفوظه اقول لك الانسان بلا خدمات ابني له بلا كرامه اذا ما عاد سكن ابني له كرامه صحيح ولا اريد شغلات بسيطه تفر للمواطن هاي نطلبها من الحكومه الجديده هلا بك حياك الله هلا بك حياك الله واحنا الناشد سيد العبادي في هذا الشيء واحنا الذين يعني قاتلوا في نينوى وقاتلوا في كل المحاور كانت ساخنه من قبر زمر داعش الارهابي سنطالب حيدر العبادي في توفير باسرع وقت احد عناصر الحشد للاجهزه الامنيه انا احد عناصر الاجهزه الامنيه واناشد سيد العبادي في حقوق يعني المظاهرين في هذا كل المحافظات ونرجو منه الى توفير الخدمات الى نينوى وصلاح الدين وكل المحافظات اللي كانت متنازع عليها سنطلب من سيد العبادي ان توفير الخدمات الى هاي العوائل اللي كانت نازحه لان هاي العالم ما لها اي ذنب يعني ناس تاذت ودمرت بيوتها في نينوى وفي كل هذا المكان انت اذا سيد العبادي انت جاي تطلع يعني العالم جاي تطلع مظاهرات انت انطيتهم اوعاد كاذبه انت اذا مو قد السلطه توكل بالله لان اذا انت مو قد هاي المساله في قواتنا ومو قد مسؤوليه الشعب العراقي والله توكل بالله بس اليوم ملف العصا لا يملك السيد العبادي عصا سحريه حتى يستطيع انه يوفر لكن بالمستوى المطلوب ممكن انه يستطيع لا لا لا, لا العبادي انه انسان يعني اوعاده كاذبه الى الشعب العراقي والى المظاهرين
يعني سيد العبادي أو عادة كلها كاذبة. إذا هو إنسان يكون قائد قوات المسلحة يوفر الخدمات إلى المظاهرين في محافظة البصرة وفي محافظة ذيقار وفي محافظة بغداد وكل المحافظات، ونرجو منه يعني يكون وقت سريع إلى تعمير محافظة نينوى. نتوفق إن شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك. حياك الله. هلا هلا مرحبا. حياك الله. الله يسلمك ويسلم عليك. الله يحفظك. طال عمرك. اليوم هنا يا بالعلاوي. إن شاء الله بالعلاوي. والله جينا عود لنا مريض. أي والله. حضرتك من المحافظات الجنوبية لازم. إي من الديوانية. سولف على الوضع الديوانية. شلون الديوانية؟ الوضع الديوانية لا ماء ولا كهرباء ولا تعيينات وسدوا المصانع وخلوا. خلينا نحجي خلينا. وسدون علينا بعد كل شيء. هاي حكومتنا، هاي حكومتنا جديدة غير شيء. نوابنا لا فادتنا، مجالسنا لا فادتنا، محافظنا لا فادتنا. انتخبتوهم؟ احنا ما انتخبنا مع قشمرونه. قشمرونه انتخبنا غيرهم وطلعوا هم ونفسهم. انتخبنا غيرهم وطلعوا نفسهم. شلون طلعوا نفسهم؟ شلون نفسهم؟ انا ادري انتخبنا غيرهم، كنا على اساس نغير احنا. انتخبنا طلعوا غيرهم بعد ما نعرف الشغله شنو هي. وهسه تعالوا وين حرنا احنا شنو؟ حتى الزراعة راحت، حلالنا مات، حلالنا مات، الوادي متهجرت، وشون وين نروح؟ وين نطلعوا هنا؟ هاي الحكومة شوفونا شارة، شوفونا شارة. هاي وضعية ظهرة شهر اليوم، اليوم مظاهرات يومين نطلع عليها، بس ماكو ما واحد صغير. اكو اذان صاغية لكم؟ لا ابد ماكو، ابد نهوس بالشارع ونرد كل شيء ماكو، كل ساعة كل ساعة قتلونا، قتلونا قتلونا حلونا الشرطة قتلونا. يلا شو نسوي؟ عندك مناشده ممكن توصلها؟ ها؟ عندك مناشده ممكن؟ مناشده والله للحكومه هذه جديده، ترى الشعب هذا، شباب هاي اللي بيعمل هاي الشوارع يشوفونه بعيونهم، انا ابي حسب بغداد. هل شوف هاي شباب هاي كلها خريجين وماكو وظايف وقاعد ياخر يتوظفها، تفتح المصانع الا يسدوها، المصانع اللي يسدوها وين ما طبوا سدوا المصانع ليش؟ عايشه بيد وهذا ما. يعني الحقيقة مشاهدي الكرام مثل ما وضح الحاج بأنه هناك مطالب مشروعة للأخوة المتظاهرين في المحافظات الجنوبية. السيد العبادي هو متعاون جدا مع المتظاهرين وأيضا مع المطالب المشروعة للمتظاهرين في المحافظات الجنوبية. يعني خروج التظاهرات هي بسبب عدم توفر الخدمات للمواطن، أبسط الخدمات ومقومات الحياة اللي يحتاجها المواطن العراقي. على الحكومة العراقية أن تلبي بعض المطالب الخاصة بالمتظاهرين. أيضا هنا في العاصمة بغداد يعني الحركة المواطنين حركة طبيعية، وتحديدا هنا في العلاوي حركة كلش كبيرة، لأن نأخذ أكثر عدد من المواطنين حتى نسألهم أنه ملف الخدمات، ملف البنى التحتية، أيضا المشاريع الكبيرة جدا. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يسلمك. شلون اخبارك؟ الحمد لله. شلون وضعية العلاوي هنا شلون نشوفها؟ والله الحمد لله زينة. يعني الوضع ما تحس زينة ماكو شيء. الحمد لله. يعني اكو شيء نوع الارتباك. نعم. هواي اسباب الناس ما مرتاحة. من ناحية الوضع المظاهرات وغير المظاهرات، الوضع ما مستقر. يعني الناس طلعت عندها ظلم ممكن طلعت عليه؟ احنا انا اتفائل بال ان شاء الله الامان والاستقرار ان شاء الله. هذه العلاوي هنا شلون نشوفها؟ الوضع العلاوي شوي الحمد لله حركه جيد جدا وامان متوفر الحمد لله شكر. انا هذا على حسبي من حتى مو امان 100% لا. يعني هو المواطن ايش يريد؟ المواطن يريد الامن ويريد الكهرباء شيء متوفر خلاص ويقعد بيته. الناس اللي تريد تشتغل على كما على رزق عيشته. الله يرزقك ان شاء الله. عندك للجميع ها؟ عندك مناشدة ممكن توصل الحكومة؟ أنا أوصل لكل الشعب العراقي الحب والأمان والسعادة إن شاء الله. ويا رب إن شاء الله يديم على الأمة العراق كل ما أعرف شو نعبر عن الكلام الحلو اللي أحكي. يديم السعادة إن شاء الله يا ربي والأمان والاستقرار إن شاء الله ويحفظ لنا العراق إن شاء الله على جميع العراق واقف عليكم وأنتم اللي أكيد اللي راح تديرون البلد. نعم. وأنتم اللي تمشون حركة البلد. يعني احنا ما نعتبر أكيد اليوم العراقي هو انت، انت العراقي انت نفسك اللي راح تحرك سياسه البلد، ايضا راح تحرك ممتلكات البلد، مشاريع البلد. اليوم المواطن بدا يعتمد عليك بعد العراقي يعتمد عليك بعد ما يعتمد. اقول لك هي مو كل ذاك، اقول لك الناس حاله كم من يوم بعيشته. نعم. كل واحد عنده جوكه جاهل وضعيه يريد بس يستقر، ما يريد لا مظاهرات ولا يريد بس العيشه وسكن وهذا كل ما ذلك يحتاجه. انا ليش الناس يطلعون مظاهرات غير اكو نقص
خدمات ما هاك تمشي بالشارع الارصفه مليانه شنابر مليانه شغلتها محترمات ما يعني شنابر نمنحهم بس هاي عيشته ماكو محلات حتى متوفره يقعدون بها توفيق ان شاء الله وتوفيق للعراق ان شاء الله ولكم نتمنى لكم مزيد من النجاح ان شاء الله ما اعرف ومزيد من النجاح ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا الله يسلمك حياك الله يا مرحبا لو انسلم عزيزي حياك الله يا مسلم والله السوق تعبان حاليا الحكومه لا مشكلين حكومه اخو لا عالم تطلع لا اكو رواتب الرواتب طوها قبل العيد يعني الشغل شلون ما يتعب ناس فلست طبعا ناس فلست بهالهاي وميزانه بشرف حكومه ما مشكلينها من صار له بالاربع اشهر ما يصير شيء تركيا دخلت بنفس اليوم شكل حكومه احنا ليش مصر مصر عقل. مصر بسنه واحده غير اربع حكومات عوفك من مصر هسه تركيا احنا الحكومات يعني هسه احنا هاي الحكومه لا سوت ان مثل تعيينات لهاي اكو ناس يتخرج الحد الان ما له تعيين شنو السبب صوت من صوت المواطن لو صوت الحكومه هو الحكومه واكيد بالتاكيد للحكومه يعني لا اكو كهرباء للمواطن لا اكو استقرار للمواطن فاحنا بهاي الحاله سكاتنا الحر شي كفيلك الله ورسوله هسه يوميا ما نطلع لي شنو السبب سبب حكومتنا فاحنا نطالب الحكومه ونطالب السيد مقتدي يشكل حكومه ويخلصنا من هالحكومه حد الان احنا نريد نطالب سيد مقتدى ويا للموت كفيلك الله ورسوله للموت وياه فاحنا نريد نشكل حكومه ويخلصنا من هالحكومه الفاسده وبارك الله يعني بكم. احنا نتمنى انه ياسر صادق يعني حقيقه دعوه من مواطن عراقي حقيقه مأيس من الوضعيه يعني فوق حر الصيف وايضا الكهرباء والماي وشح يوميه شغله جديده ولحد الان الحكومه لم تشكل يعني دعوه يا سياسينا اليوم الحكومه التركيه بيوم واحد انتهت الانتخابات ثاني يوم شكلت حكومه وتشكل رئيس وتشكل برلمان وتشكل لكن الحكومه العراقيه ما اعرف يعني دائما في تخبط ويقع ضحيتها المواطن المسكين والشعب العراقي المسكين اللي دائما مغلوب على امره يعني افشل انتخابات شهدها العراق هذا العام لم يشهد العراق مثل هكذا انتخابات لحد الان تقريبا خلص يمكن اكثر من شهرين دخلنا بالشهر الثاني والحكومه العراقيه لم تشكل ما اعرف اليوم من يتحمل مسؤوليه ضياع مستقبل العراقيين جميعا لا نعلم متى يا حقيقه يعني هناك مخاوف كبيرة اليوم حذر اليوم هنا في العاصمة العراقية نرى المواطنين في حذر شديد من عدم تشكيل حكومة اليوم الفراغ الدستوري الفراغ السياسي أثر بشكل كبير على الوضع الأمني وأيضا على الوضع الاقتصادي ناهيك عن سوء الخدمات الحقيقة المتذمر منها المواطن يعني أحياء كبيرة في العاصمة بغداد تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة التي يعيشها المواطن العراقي شنو اللي يريده يريد فقط أمن وكهرباء ويريد ماء غيرهن ما يريدهن حتى الخدمات نساء حتى الشوارع نساء التبليط نساء كل شيء اليوم المواطن يريد فقط يريد الماء والكهرباء ويريد أنه يعيش بأمان وبراحة وطمأنينة الحركة اليوم برأيك اليوم هنا بشارع العلاوي حركة المواطنين شنو السبب؟ جو حار الناس لاعتها رواتب يعني تطلع يقول لك هذا ما اريد اشتري انا فهسه حاليا يعني جو حار ازيد الحراره يعني هسه بنروح حتى البيت ماكو هسه ماكو كهرباء احنا هسه بالاستقرار هسه بنروح للبيت والله العظيم تجينا ساعتين واربع ساعات طافيه صوت المواطن سحب ما عندنا احنا ناس حشاير ما عندنا اخي العزيز فاحنا الحكومه لا اكو استقرار بها لا اكو تشكيل يعني الحد الان هسه لا جايبين كهرباء لا مستقرين الكهرباء فاحنا نطالب الحكومه العراقيه تشكيل وسيد مقتدى سيد مقتدى يطالب بس وحيد يعني الوحيد هو يطالب للشعب العراقي بس سيد مقتدى تامل ذلك انه تشكل حكومه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الشعب العراقي مسكين ان شاء الله عاش الامرين في ظل هذه الازمه اي والله كلش حواك الله حجي يا حيلك شلون صحه
الحمد لله. تعبان بينك؟ اي والله تعبان. عافية ان شاء الله. الله يخليك. شلون وضع السوق هنا؟ والله ماشي. شنو السبب؟ ماكو شغل. ليش؟ ما اعرف ليش. يعني نجهل. قدرة شرائية ماكو المواد؟ اي ماكو. إيه. صح بسطية انت حضرتك؟ اي صح بسطية. بالنسبة لحركة السوق ليش؟ يعني شنو السبب انه والله ما ادري. انخفاض ماكو بارتفاع. الجوز ماكو رواتب. احنا بس على الجندي نجي. نعم. بتسنت في ملابس عسكرية. ايه. لا غراض يعني. فاذا غير العسكري ما يشتري. ما قمرقية عليك شيء. لا كل شيء ما عندي الحمد لله. يعني متين عندك وسطية ولا عندك كان ايجار؟ لا الحمد لله يعني عايشين بها. الحمد لله نشكر على كل. عندك مناشدة ممكن توصلها شوية؟ والله ما عندي كل شوية اي واحد. توفيق ان شاء الله. اي والله. حياك الله السلام عليكم. السلام صباح. مرحبا مرحبا. الحمد لله. سلامك شلون علاوي؟ والله زينة. بس وايد جو الحار زين اليوم الحمد لله الحمد لله. هاي ترى اليوم ما شفنا مدة شوي. إيه الحمد لله. تبينا من بغداد؟ من محمودية. حياك الله. حياك. شلون الأجواء؟ شلون تشوف الحركة التبضع هناك السوق؟ والله شعب موشي. ليش سبب؟ والله السبب ماكو فلوس ماكو وضع ما تتعب واس. سيولة ماكو رواتب؟ شغل ماكو. حضرتك موظف؟ لا والله كاسب. شلون عايش؟ والله الحمد لله. الحمد لله. اليوم الاختلاف اليوم الاجواء الجويه وايضا الكهرباء ما شاء الله كهرباء موت شلون تدبرون الوضعيه مالكم؟ والله ما الحمد لله يعني الحمد لله على المولدات سحب الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم قواك الله حجي. شلون الحر وياكم؟ الحر والله كل شديد مجهم. الله يعين. والكهرباء لا اكو جسمه لا اكو منتهي من عتها هذه. ايام هنا بالعلاوي تتبضع تسوي؟ لا قاعد اروح المحافظات. اي والله عندك زياره؟ اي ان شاء الله. النجف كربلاء؟ لا ديوانيه. بالسلامه. اي والله الله يسلمك والله. عمو شلون تشوف اليوم الحركه العمرانيه وايضا حركه السوق ببغداد بالعاصمه خلال هاي الفتره؟ والله تراجع. اي التراجع هواي بيصير. شنو السبب؟ هواي سبب غير اكو دولتنا هي هذا. اي هذا ناس بطاله ناس قاعده ساكته ناس قامت تجي المحافظات هنا وترجع ما في شغل ولا عمل. شكرا زين. بعد قلبي حبيبي انت شلونك الله يسلمك. هنا بالعلاوي. انا هنا بالعلاوي. صاحب بسطيه. شلون شغل امي؟ والله الشغل تعبان. ليش؟ ماكو حركه ماكو لا رواتب لا شيء لا مكفينا مجمدين حكومتنا غير مجمدين الامور كلها. شنو السبب؟ لا ينطون رواتب لا يوفرون عمل لا يسوون تعيينات لا يسوون شيء يعني شو تسوي؟ تطالب بعدك لا خريج؟ والله انا تركت المدرسه من وراء المعيشه وجيت هنا انا من الناصريه. حياك الله. الله يسلمك حبيبي. شنو السبب اللي خلاك تجي هنا؟ ليش ما اشتغلت بالناصريه؟ الناصريه والله ما بيها حركه تعبانه يعني. يعني انت مقيم هنا ببغداد؟ انا مقيم هنا. شلون حركه السوق امك؟ والله السوق تعبان حيل يعني من العيد وقبل العيد ولحد الان انتخابات وعيد وتعرف لا تعيينات ولا شيء وهاي الشمس انتقل. تكرم الله وكلك شحاطه تشلب بالكتاب لي الجو. البسطيه لك لا تشتغل بيها؟ لا البسطيه لي بس هو سوق تعبان يعني هسه انت تعرف شوف تنزيلات نبيع. والله كريم يعني الحمد لله سادينها. كان كريم ان شاء الله. عندك مناشده ممكن توصلها؟ انا اوصلها يعني لحكومتنا قول لهم تعيينات سووا غيروا شويه بالبلد يعني تاذينا والله تعبنا حيل زين لولا. توفيق ان شاء الله. السلام عليكم شلون شباب؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله حالك رحم الله والديك. اي والله عسكري. وين دومك؟ بالموصل الكسك. قواكم الله يخليك. شلون اوضاع الموصل هسه بعد؟ والله زين الحمد لله. بس شويه نواجه مشاكل بالطريق. عندنا المنتسبين ينزلون انت تعرف يعني سلاح ماكو. وقاعد يصير ان شاء الله اختيالات للعسكريين وقت النزول. يعني بعد الخلايا موجوده؟ اي نعم موجوده. فنترجى يعني من وزير الدفاع بان يوفر سلاح وقت النزول للجيش العراقي.
عندها تنزل تبيون سلاح؟ اي نعم 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 نعم. حتى مسدس ما عندك يعني؟ ماك لا مسدس شخصي ماك. قبل مسدس شخصي اعتقد الفترات الاخيره اي هسه يعني خصصوا اكو فرق يعني اي بس الضباط يعني ما منتسبين تعرف انت اي اي ما وتعرف انت المنتسبين ينزلون يعني كل 15 واحد كل 20 واحد مبينين ذولاك وين منتسبين سلاح ماكو اي هاي المشكله مخاوف على الطريقه اي نعم موجوده خاصه بعد فتره المورد موجوده خاصه على طريق الموصل المكسر وعندك بادوش على حد ما مأمن والله مو مأمن 100% اغتيالات موجوده ان شاء الله ما شفتك شلونك عينك الله يخليك تحمل ردك على السلامه انت ابويا اي والله شلون الطريق اخبارك والله ونفس ما قال اخونا الواجبات هسه اللي شلون قد ايش قد دائما والله ثلاث ساعات هو ثلاث ساعات بثلاث ساعات وتنزل 10 ايام 10 ايام 10 ايام 10 ايام مرتاحين بالموصل والله اشفى بس هو قال نفس ما قال لنا صاحبنا الطريق شويه صعب نزول مو 10 ايام 10 ايام انما الدوام 14/7 بس مساعده يعني مساعدة من الامر يومين على مود الطريق لان طريقنا بعيد. زين تعامل الضباط شلون يكونوا وياكم؟ والله الضباط لا زينين زينين الضباط بس هو الطريق مثل ما قال صاحبي والله الطريق مو زين يعني مو ذيك مره من بعد صارت شغله وبالطريقه ما الجماعه راحوا يعني الطريق مشكله. تعامل المواطنين شلون هناك بالموصل هسه الفتره؟ كل زين لا كل زين لا لا كل زين التوفيق ان شاء الله الله يخليك الله يسلمك قواك الله وحيلك خلاص وسهلا حياك الله والله الحراره كلش مو زينه تعبانه كلش حالتنا تعبانه كلش الحراره هسه وصلت اقول لك 55 واحنا بالشارع حتى تشوفونا وتعبانين ووضعيتنا تعبانه حيل والسوق تعبان يقولون الحكومه راح تفرج ماكو شو تفرج ما ادري والله شو كل ساعه يقولوا له راح تجي الحكومه هسه الحكومه لا هي معينتنا لا هي هاي احنا اصحاب عوائل يعني واطفال وكل احنا اي والله بسطيه حالتنا كلش تعبانه خلاص والله العظيم متغربين وجاي لي جاي من محافظة والله من الناصريه ويك اكثر خالد واحنا تشوفون يعني تشوف اي مسوق كلش تعبان حالتنا كلش تعبانه والله العظيم وجارات وهالحكومه هاي تفتر علينا كل ساعه جاينا واحد الناصريه ضحت اي والله واحد شهداء وطت شهداء وتضحيات خالي وتشوفون وما حد يقدر لحد الان شلون الاوضاع الخدمات هناك يومكم والله الخدمات صفر صفر كل شباك يعني شنو السبب اللي خلاك تجي هنا تشتغل؟ والله العوز والله والعوز وماكو شغل وكل شباك خالد يعني انت تشوفون لا رواتب يعني على اساس لا تعيينات والله هيك والله جايين هيك بس يعني هيك مجرد هيك بس واقفين الله وكيلك يعني شغلنا كلش تعبان يعني يا دوب اطلع لك 10000 10000 شو تكفي لك خالد؟ 10000 شو تسوي لك؟ يعني 10000 هسه الجاهل ما يرضى له ب 10000 خالد زين هو احنا اصحاب عوائل زين بس الحكومه اريد منها تتبوع عنا تتبوع حالتنا الله وكلك يعني كل واحد صار عمره 36 سنه يعني شو وقت يكون نفسه؟ شو وقت يعمر نفسه؟ لي والله وقاعدين الله وكلك كلها قاعده هم حواسي احنا تجاوزات كل شيء ما عندنا وكل واحد عنده 10 اطفال وست وقت يقول لك في مال لا واي وقت يقول لك في مال لا زين غير يضرب حالتنا يسوي لنا والله حاليا ساكنين هنا بالعلاوه هنا يعني فنادق وما جرينا كل واحد اثنين ثلاثه بغرفه تجاوز حالي احنا التجاوز شنو التجاوز؟ لا بيوتنا خالي بيوتنا كل واحد معنا ثلاث غرفتين ثلاثه وقاعد بيها كل شو ماكو حالتنا تعبانه خلاص غير الحكومه تنوع لنا تفرج لنا يعني شو وقت تنوع لنا هذا الهسه لحد ياكل شو ماكو راح تجيك العور راح يجيك الفرج راح يجيك كل شو ماكو غير يسوون رواتب مال عاطلين يطلع لنا بالحكومه وقال والله عندك ثلاجه شو ادري اطفال اخليهم بلاي ثلاجه عندك مبرده ادري اقعد بالشمس شلون بالله يعني تسد والله ان شاء الله يعني شلون هسه بالله ما تسولفوا لي بالله الحكومه شو تسوي؟ اثرني وصارت هوسه قالوا ها شوفهم ذولا شوف خربوا البلد شاش وقت يلا تسوي لنا حل يلا مو هنا المشكله يعني دائما تكلمت بانه دائما المواطن يقع ضحيه الصراعات السياسيه والله واقعين ضحيه ناس واقعين ضحيه هذول السياسيين لك الله وكل من هسه يستلم له مليارات وراح يشرد للخارج وظلنا احنا بالشمس والحر لا كهرباء لا ماي لا حصه تموينيه زين يلا بالله شو سوينا من حال ويريدونا نسكت شلون نسكت يلا انت هسه شو من ايدينا ترى كله من ايديك عمي احمد نعد من الحكومه تكفينا شرها وبتخلينا احنا نشوف حتى خدمات ما تدور كل شيء اي ما نريد نعب بس تكفينا شرها احنا شوف دربنا هذا ناشطها قلب ما نريد Oh,
كواك الله حج؟ لا عنده راتب لك. شلونك؟ الله يسلمك. شلون صحتك؟ عافيك. بارك امورك. الحمد لله بخير. شلونكم يا بالعلاوة هنا؟ شنو عندك؟ أنا جاي الدكتور أنا. وهالي بكربل. حياك الله توفيق. حيا. شلون أسعار الأطباء هنا ببغداد؟ والله أنا جاي هنا مستشفى اليرموك على مستشفى. وعلاج ما كل شهر مشترى والله. عندك إمكانية تاخذ؟ والله أخذت نص ونص ما كملت. حق نص شهر. عندك مناشدة ممكن توصلها؟ عندك مناشدة ممكن توصلها الحكومة العراقية والجهات المعنية وزارة الصحة؟ والله ما عندي غير راتب ما عندي. راتب ما عندي. حال تعبان. توفيق إن شاء الله. تسلم. قواك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك. حفظك الله. حفظك الله والديك عزك الله. شلون على الله شلون الحركة؟ والله هلا شوف بعينك أنت. هلا شوف بعينك أنت يا عمي. أنت من بغداد؟ لا. من واسط. حياك الله. إيه. عندك شغل هنا ممكن؟ إن شاء الله. والله. الوضعيه هنا في بغداد اليوم ولا الوضعيه حقيقه مو زين الوضعيه. شو السبب؟ يعني ازدحامات طلب انت شويه ارباك الامن الامن ماكو من هالباب هذا. لذلك هسه واحد من يجي لبغداد حقيقه اكو فد شنو يعني يعني عامل خوف موجود عنده يعني عند المواطنين المحافظات عامل خوف اكيد إيه. لا يعني تعرف هو يعني امن ماكو من الباب هذا. بالضبط. شلون وضعيه واسط اليوم متظاهرات؟ لا والله على مد الكهرباء. عمود الكهرباء. خدمات ايضا صفر. والله ما تفيد نهائيا يعني تحت الصفر. إيه. الله يعينكم. رحم الله والديك. عزاك الله. رحم الله والديك. قائم. سلام. حبيبي. شلون اخبارك؟ الله يسلمك حبيبي. صحة. الله يحفظك. شلون الحر وياك؟ والله الحر وجهك محمود. جو تعبان هنا نشتغل هنا بالعلاوي. احنا ناشد وزير الداخليه قاسم الاعرج المحترم. بلكي رجع لنا على العفو العام لان رئيس الوزراء اي منتسب الشرطه الاتحاديه اي بجبال حمرين فوج الثالث مغاوير وظروف تدري بعد كل انسان وعنده ظروف. انفصلت 2015 نهايه 2015 الشهر الثامن. والله انا ومنتسب صار بيناتنا شجار تحولت يم الضباط نزلت البيت فبلغوني قالوا انت مفصول. قدمت طلب الوزير الداخلي مشاجره اي مشاجره والضباط انا وياهم مشاكل. المهم ظروف حكمت ففصلوني. ناشدت وزير الداخليه بالمكتب مالتهم قدم الطلب قالوا اكو عفو بشهر 2017 اي قدمنا سمارة وفحص طبي وكملنا بالبيجي هنا بالمنصور اي فقالوا مراجعتكم عن طريق فوجكم. راجعنا الفوج قالوا تخصيصات ماليه ماكو فهسه منتظرين البرلمان قرر العفو العام. تعليق فرقه شنو؟ يعني مغاوير اتحاديه غير اتحاديه لا قبل مغاوير النخبه يسيحوها فرقه النخبه اي فرقه النخبه مغاوير. وهسه شنو الاجراءات اللي اتخذوها وياك؟ الاجراءات وافقت علينا الاتحاديه. نعم. وزير الداخليه المحترم موافق اي وافق. نعم. بس تخصيصات ماليه ماكو فمنتظرين. احنا ناشد وزير الداخليه المحترم بها قاسم الاعرج العفو فينظر لنا بهذا الموضوع. احنا عددنا كبير هواي ليش يعني يجيبون منتسبين جدد وتدريب وتخصيصات ماليه فاحنا جاهزين. كلها بسبب مشكله بسيطه انه مشكله بسيطه الضباط يعني تعرف انت يعني ممكن كان اكو ترصد لك لا يعني حول اي احنا كنا نناقش دائما نناقش امر الفوج هو استشهد الله يرحمه نقول عليه ايه الاكل كان تعبان جبهات القتال الحشد الشعبي كان يجيب لنا اكل وامر الفوج بعد تدري الاكل تعبان ناشدنا امر لواء امر فوج فصلت تقريبا فصلت 2015 الشهر الثامن يعني بعد داعش تقريبا اي لا بدايه دخول داعش تقريبا داعش 2014 احنا بالحوجه بجبال حمرين بحقول علات فقلت لك الناشد وزير الداخليه انظرنا بهذا الموضوع ان شاء الله توصلنا يعني طبعا من خلال هذا المنتسب البطل ودعوه للسيد وزير الداخليه المحترم السيد قاسم الاعرجي حقيقة جهودك موفقة ومباركة وتسعى دائما للخير أنه حقيقة ملف المفصولين أن تنظر في هذا الملف الشائك المهم جدا. اليوم المنتسبين كانوا منهم مغلوب على أمرهم أنه أكيد أكو ظروف حقيقة أنه جائت أنه ممكن أنه يترك خلال هذه الفترة لكن اليوم
دعوة أنه تشملهم بعطفك الأبوي، وأيضا أنت حقيقة يا معالي وزير الداخلية معروف بشجاعتك وكرامتك أنه تنظر بآلاف من شرائح المنتسبين من الأجهزة الأمنية، من الشرطة الاتحادية، من الشرطة المحلية، وإضافة ذلك ملف المنشآت، أن تنظر بملفاتهم وتسرع في عودة حقيقة هؤلاء الموصولين إلى خدماتهم السابقة حتى يتسنى لهم ولعوائلهم. اليوم شنو ذنبهم؟ اليوم أغلبهم قعد، وبيهم اللي قام يشتغل عامل، اللي قام يشتغل حتى يعني في أماكن متفرقة من العاصمة بغداد وفي جميع محافظات العراقية، أن تنظر بملفهم، هذا الملف المهم جدا، ولولاهم حقيقة، لولا قواتنا الأمنية وبسالتهم لما تحرر العراق. وتحية لجميع صنوف قواتنا الأمنية والحشود الشعبية التي شاركت في تحرير محافظاتنا العراقية من دنس داعش، لكن الفرحة لن تكتمل يا معالي وزير الداخلية إلا بعودة هؤلاء المنتسبين الذين فصلوا، ربما منهم من فصل بدعوات كيدية ومنهم من يقف وراء الانفصال أحزاب سياسية، لكن أنت أكبر من ذلك يا معالي وزير الداخلية، وأن تنظر بملفهم المهم جدا. كهرباء شلونها؟ والله الكهرباء إن شاء الله زينة، ولكن مطالب المتظاهرين عدة رغبات وعدة أشكال، منهم مثلا يطالبون على تعيينات، محتاجين التعيينات، منهم مثلا يداعون على الخدمات التي هي من حط للقاع، منهم يداعون أنا أداعي على إجراءات الدولة البطيئة بكل إجراءات الدولة، لأنه إجراءات الدولة هي اللي مددت، خلت الإرهاب يتمادى على القانون ويتمادى على الأشياء هذه التي هي دمرت البلد. الإرهابي أنت الدولة عندك قانون العراق، ليش ضميت قانون العراق وقمت تتصرف بأشياء خشيشة ذرت المجتمع وذرت الدولة؟ زي ليش ضميت القانون؟ أنت عندك هسه قانون العراق، حتى لو يميل زعيم العراق قانون العراق ما يميل، يبقى ياخذ مجرى. يعني تبدلت حكومات من الألف من 58 لحد الآن، جميع زعيم دولة يتبدل ما يبدل القانون، وياه يحتفظ بالقانون، والقانون ما شاء الله حكومتنا تجي تبدل، والقانون سيف سيف بيد الأمناء، من ضد الباطل ومن حق المظلوم، ضمته هاي الحكومة. هذا حال العراق، يعني هذا حال العراق، انه وصل الى اقصى درجة من حقيقة من الحرمان، من التعب، من التهميش، من اقصى حقيقة ابسط المقومات. اليوم المواطن اللي يحتاجها ما متوفرة له، لا ماي، لا كهرباء، الماء المالح. اليوم ليش خرجت الجنوب تظاهرات؟ خرجت حتى يتوفر لابسط مقومات الحياة اللي هي الماي، من مالح الى بارد. يعني اليوم لا حلو عفوا، يعني اليوم إذا حطيت لك جهاز تصفية، كم جهاز تصفية، وحولت صفيت المياه وحولتها من مالحة إلى إلى حلوة، المشكلة المعضلة الرئيسية تنتهي. وفر الكهرباء، جيب عندك أفضل المحطات الكهربائية موجودة بالشرق الأوسط، هي متوفرة بالعراق. العراق كان دول كانت تعيش على خيرات العراق، على بلد العراق. العراق اليوم عراق بالخير، مع الأسف اليوم الكويت قامت تصدق علينا، دول كثيرة قامت تنطينا كهرباء، قامت تنطينا ماي، قامت تنطينا وقود، والله علمود شنو، نشغل كهرباء ونوفر. مع الأسف حكومتنا خلت المواطن ينذل إلى أقصى الحدود، خلت المواطن ينذل ومسلوبة حقوقه، أبسط حقوقه مسلوبة. اليوم يعني تشوفون ما يعني الكاميرا هي توثق أنه جاهل عمره 4 سنوات إلى 5 ما داخل بالمدرسة، دي يبيع ماي، دي يبيع، يعني أبسط أقول بأنه أبسط الحقوق ما متوفرة للمواطن. يا حكومة، يا سيد العبادي، يا سيد العبادي، يا رئيس الوزراء، يا حامي الدستور، يا قائد العام للقوات المسلحة، أناشدك بغيرتك وضميرتك على العراق، أنه حقيقة أن تنقذ هذا البلد مثل ما نقذت يعني اشتغلت أنه في فترة أنه استلمتها أنه داعش مسيطر على البلد واستطعت أنه تحرر. كمل ما بيدك، عمر، قدم شتى الوسائل حتى المواطن انه يكون راضي عليك، المواطن البسيط. اليوم الجنوب ديعاني ما ديعاني، محافظاتنا الوسطى التي دمرت الموصل، صلاح الدين، الانبار دمرت من جراء عصابات داعش وملف الاعمار التعجيز، الى الان لا يوجد ملف
إعمار لهذه اللحظة عوائل مهجرة لا تملك حتى يعني مكان تسكن فيه. للأسف هذا حال العراقيين، هذا حال العراقيين اللي وصلت إلى يعني ما وصل إليه الشعب العراقي من مآسي وويلات. وما أقدر أكمل بعد، يعني حقيقة الحر يعني دمرنا الذانة، ولكن العراق يستاهل إنه نقف ونضحي له ونقدم له أبسط مقومات الحياة، وإنه نوقف له ونصل صوته. إلى هنا مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صوت المواطن، كل جمعة الساعة 4 العصر على شاشة التغيير. إلى هنا استودعكم الله وفي حفظ الله ورعايته، وانتظرونا في حلقات قادمة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.